الحجر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر وتمتعوا بقصص الحزين يا مين يا مين يا مين يسمع أنيني يا هالمدينة متل البحر غدار وجهك طيبة وسكينة وبقلبك الأسرار شوفك يا هالمدينة مدينة متل البحر غدار وجهك طيبة وسكينة وبقلبك الأسرار أحلام ضاعت ما عنده حدا أحلام ضاعت بالفضا مجروح ما عنده حدا ودموع عم تسقط سودا صوت الظلم بعتم الحواري شو مخبى ورا البواب قصص هموم ومواجع أحباب باعوا أحباب بمشي بعتم الحواري شو مخبى ورا البواب قصص هموم ومواجع أحباب باعوا أحباب نار الغني ما بتكتفي نار الفقير ما بتنطفي نار الغني ما بتكتفي نار الفقير ما بتنطفي مهما العدل نام وغفي بيشرق بعد الخيام ترددت كتير قبل ما اتصل مازالك ترددت كل هالقد ليش اتصلت؟ كنت استنى لحتى تكون بحاجتي مضبوط وما تكون متردد وبعدين اتصلت يلا باي رولا لا تسكر بطلي معي هالاسلوب عمري ما رح اكون بحاجتك مثل ما عم تقولي تأكد انك رح تكون بحاجتي واكثر بكتير من هلا لاني انا كمان رح اكون بحاجتك انا عشقتك حبيتك معي حبيتك من قلبي ليش ما بتفش خلقك بتقولي لي بقلبك مو عيب مو عيب تقولي بحبك لأني أنا كمان رح أقول لك أكثر بحبك رولا بحبك كمان قولها كمان ماهر بحبك بحبك وبدي أشوفك لا مستحيل ما بقدر ليش؟ ما بقدر ماهر ما بقدر لأنه عمري ما رح أكون إلك أنت حياتي أنت روحي أنا بحبك رولا بحبك وبدي أشوفك لنحكي رولا مستحيل ماهر مستحيل أنا إذا شفتك رح أتعلق فيك أكثر يلا باي يا مظافر اليوم لا تجي انا
أنا بخبرك إمتى تجي. ماشي، الله معك، مع السلامة. كم يوم مسافر؟ ما بعرف. في حدا ما بيعرف قديش بده يغيب؟ أنا. يعني الواحد بيقول يوم يومين حسب شغله، ما هيك؟ هذا أنت بتعملي هيك لأنك منظمة ومبرمجة، أنا ماني مثلك. وما بدك تودع أولادك ولا كمان مالك مبرمج حالك إنك تودعهم؟ بابا رنا جاد. بابا عندي شوية شغل بخلصهم وبرجع. الله يخليك بابا، لا طول. يلا ماما جيبي شنطتكم. يلا. حاضر ماما. عم بتفتو عنه كأنك مو راشق. جاهزة ندى حبيبتي؟ حبيبي دقيقتين بتكون جاهزة. ما بدك تستنى أم زافر لتجي؟ أوف على هالنسوة، نسيت أحكيها. يلا ملحوقة. خلص ولا يهمك، المساء بحكي معها ولا ما تجي. يلا دقيقتين بتكون جاهزة. ماما ندى وينك لهلا؟ تأخرتوا. اسمعي لا تنسي التبذير اللي اتفقنا عليه بالحفل الواحد. يلا باي. تعال حبيبتي، تعال. هذه المشط نشوف وينها. ماما ماما بالحمام هلا بتطلع. شو هيام شبك؟ ما في شي حبيبي ابدا. هيام لا تخافي، ندى بخير وهلا بمشفى رح نطمن على كل شي، واذا بتحتاج سفر لبرا رح سفرة. الله يخلي لنا اياكم وما يحرمنا منك يا رب. يا حبيبتي رح اشتري لك اليوم لعبه على ذوقك. جد بابا؟ طبعا جد، شو انا بمزح بهالشغلات؟ يلا. شو عم تعملي على الاسطوح؟ والله ما يجي ابوك ويشوفك ليقيم قيامتك. شبكي؟ موجوعة يا امي، والله موجوعة. بشو حاسة؟ عم تجيني كل مغصى، عم بيغور قلبي من وراها. يو ليكون بدك تلدي. شو بعرفني؟ معلش تقبليني، لا تخافي، بقولوا عليهم هدول ارصاد بنات الحمى. انزلي ارتاحي انا بكمل. انزلي يا حبيبتي، انزلي على مهلي، على مهلي. روحي الله يقيمك بالسلامة ويكون معك. يا رب.
رعبتني ابو ربيع. رعبتك؟ شلشتيني. ركبي ما عاد تحملني. بعدين خليني اقعد شوي. اخ 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 يمكن انزاح الصابون ترجلي من محلها. لك يسلمني اللي خلقك. نخيل الصباح اللي بيطير على الشمس منوره. بدي اسالك انت ليش هيك صرختي؟ لا حبيبي بس يعني انا هيك بفيد. يعني بدي شوية وقت لميز مين قدامي. لا معلش يعني كل قديش بصير معك هالشغلة؟ ابو ربيع ما عرفتك يعني لساتنا اول يوم بدي وقت لأتعود عليك. لسه بتتعود علي. معك بتتعود علي. ابو ربيع تصبح بالخير. الو اهلين علاء. اهلين. لا والله طلع لي شغله صغيره. انا اسف تاخرت عليكم. يلا جاي. يا رجل ليش هيك احرجت؟ كل القصه انه غلي قلبي عليك. بعرف مواعيدك دقيقه اذا وعدت بتوفي. لا 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 خذ راحتك. خلص شغلك وبعدين تعال عندنا. نحن هون قاعدين شغلتنا بالظاهر مطوله كثير. بانتظارك بانتظارك. لك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ عم بفتح الجلايل. بعرفك عم تفتح الجلايل. سكريها. ما بدي اياكي تنكشفي على الجيران. بتغار ابو ربيع؟ لك ما قلت لك اني ما بغار حمار؟ ايه ما قلت لي. والله بذكر حالي اني قلت لي اياها. لك يا بنت الحلال الشغلة ما بدي اقوالي. يو ودخلك على شو بتغار؟ عليكي. يو ليش شو فيني شي بينغار علي؟ على اطرميز العسل. عسل بشهده. ايش بدي لك سموح؟ تعال قال لك عاوزك كلمتين. تعالي ابو ربيع شو فهمتك؟ تعال لك انا اللي عاوزتك بشغله. شغلة صغيرة هلقت. أيوة أيوة برافو. انتهي. لك انتهي بلا مزح بقى. أبو ربيع. عيون أبو ربيع. جوعانة بدي أفطر. عم شو بتاكل هي كمان؟ شو حكيت أبو ربيع؟ ما في شي ما في شي عم واحد الله. انتهي بردت. طيب وهي فتحت. هيك دائما بتحب المزاح. حلق حديد. طب وانا كمان بحب المزاح. صباح الخير جودة بيك. صباح الخير. في شي؟ جودة ماما بالمستشفى وحالتها كثير خطيرة. وامتى صار هالشي؟ امبارح بالليل ونقلت على المستشفى. انت ليش اجيتي؟ كان فيك تضلي عندها. اجيت اخذ اذن. لا انت بتتصلي بالتليفون بيمشي الحال. الحق معك عن اذنك.
شيرين، بتقدري تاخدي سائق من الشركة يضل معك. كتر خيرك، ما لازمتني سيارة، نقلت بسيارة الشركة اللي عطيتني إياها. عن إذنك. ابقي طمنيني عليها. نزير، حط لي إعلان بكل الجرايد بدي سكرتيرة بدال شيرين. كل الجرايد، وتعال عندي. شو هاد حبيبي؟ فاضي البرات؟ شلون فاضي؟ ها؟ هاي زيتون، وهي لبنة، وهي جبنة، وهي خبز، ها؟ وهي هنيك شاي وسكر. ايه حبيبي فاضي البراد، عم بيصفر. يصفر ليشبع، هلا من رجعه ما بعود بيصفر. حلوة هاي مو حلوة؟ لا مو حلوة، وأنا بدي أفطر. لك هاي أكل شو بتفطر العالم لك هان؟ أوزي؟ لك إيه والله جبتها. شو رأيك اليوم نتغدى أوزي؟ خلينا نفطر هلا وبعدين نفرجها الله. شو ورانا يعني؟ نحكي بالاثنين الفطور والغدا. إيه والله بتحب المناقيش؟ لك إيش المناقيش وما مناقيش أنت التاني؟ برش لنا شوية زيت وزعتر فوق طريسة عجين هالقد وبياخذوا المبلغ المرقوم. فوتي فوتي أنا هلا بعمل لك أحلى فطور، بكره بجيب لك زيت وزعتر. والله إذا من إيديك بيصير أحلى فطور. إنك دخيلة الدم اللي بينقى الذهب. بس بتعرف أبو ربيع رح تضلها بنفسي المناقيش. شو قلتي؟ سمعتني منيح أبو ربيع؟ لك إيه سمعتك سمعتك، خلص مناقيش مناقيش، بكره بجيب لك مناقيش. ولك يقبر قلبي الكريم، لازم تتغذى منيح أبو ربيع. لك جايب لحالي قطرميز عسل، بقصد جايب نحن قلنا اثنين نحن قطرميز عسل. شو أبو ربيع؟ بدك تضلك واقف هيك؟ جوعانة أنا. ما هاش الجوع أبو ربيع. عيون أبو ربيع. بدي تجيب لي معك. قولي هذا صار مصروف جديد. يعني شو بعمل يا أبو ربيع؟ مو بإيدي. مايك حب بس. خلصني يا أبو ربيع. لا 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 يا سيدي وصلت المعاملة لمكتب مدام عايدة، مشان هيك اتصلت فيك. منيح اللي اتصلت، وين المعاملة؟ هاي المعاملة استاذ، تفضل. يسلموا دياتي. بس استاذ لا تنسى الله يخليك، بس تخلص توقيع المعاملة اتصل فيي مشان اجي اخذها وكمل شغلي. وين بلاقيه؟ انا هون استاذ بالطابة وماني طالع، اتصل فيي على الموبايل بنلتقى هون. ماشي بس اخلص بتصل فيك، يعطيك العافية. ميسر استاذ، الله معك. معلمي شلونك ولك طارق؟ شلونك؟ محسوبك وخدامك معلم ابو خالد. حبيتها منك يا ابو خالد، حبيتها منك. ايه الله يرحمه لخالد. مقدر ومكتوب لك طارق، مقدر ومكتوب. اشهد علي ربي كنت منا رصاصة تفوت يا قلبي. بعيد الشر عنك معلم، بعيد الشر عنك. انا قلت له للعميد، قلت له انه معلمي ما قتله، هو كان بده ينتحر. يا وشو قال لك؟ صدقك؟ ليش خلاني احكي شيء؟ هذا رجل الاخضر، الله وكيلك، سناولني طياره على نقرتي، حولني حول. هي خرب بيتك، ما بتبطلوا لها الحركات. عود عود. هات لشوف. احكي لي بارح ليش ما دخلت على بيت رجاء انت وام خالي؟ كنت عامل كمين للشرطة معلي، كنت عم راقب وانتو جوا. قال تعبتها لام خالد. ايه والله تعبتها، ساعة ونص وانا دورها من قرن لقرنة، ما خليت حارة، ما خليت دخلوجة ما فتنا فيها، وحتى تأكدت انه ما في شرطة، ما في حدا عم يراقبنا. وقبعنا لك هذيك الركدة، هو الشاطر ابن مرة اللي كان يجيبنا. ولك حرام عليك، المرة ولدان جديد. الحرص معلي،
حرص واجب. رح أقوم أعملنا كاستين شاي، حاكم عاوزك بموضوع ضروري. لا والله ما بتقوم، مكانك وقتك محفوظين معلم، أنا بساوي الشاي. إيه مدام أنت بتساوي الشاي ليش هيك انجعصت؟ ما تقوم تنقبر تعملنا كاستين شاي؟ معلم أبو جعفر شو عم يعمل؟ هو بيساوي الشاي. لا ما حزر، قوم ساوي شاي ولا قوم؟ لا تقولوا لا. هدي هدي شبك، شو صار لك؟ معلم هيك شايفه؟ يلا وكيلك لما تكون زقرتي ومعدل وقبضات. ايه ايه شو؟ شو؟ يعني بنساوي شاي. من وين المطبخ؟ من هون على راسي. ابو خالد، هل هذا اجدب ولا بيجدبها؟ الاثنين، بس ما في اطيب من قلبه ولا في شهم قده. اخي شو رايك نسالك محامي قبل ما تسلم حالك؟ اصبر علي، في موضوع مهم بدي انهيه بالاول. طيب ماشي، السلام عليكم. يا عايدة انا مالي طالب منك كثير، فرصة واحدة لوضح اللي صار. يا استاذ شاكر، انا مالي عتبان عليك ولا لي زعلانة منك ولا لي طالبة منك اي تبرير. الدنيا اسمها ونصيب، انت رحت بطريقك وانا رحت بطريقي. بعدين انا متزوجة وعندي اولاد وبحب زوجي وزوجي بيحبني كثير. صدقني من وقت ما فسخت الخطبة بيني وبينك ما فكرت فيك ولا لحظة. طيب يا عايدة اسمعي مني اللي صار، بترجاكي اسمعي مني اللي صار وبس. ما بيهمني ولا بيفيدني هالشي. بعدين انت ليش مصر؟ لانه زوجتي توفي. طيب العمر إلك، الله يرحمها. بس يا أستاذ أنا ست متزوجة وإنت هيك عم تحرجني. بس يا عايدة أنا ندمان لأني ضيعتك من إيدي. مشكلتك يا أستاذ، وإذا سمحت لهون وبس، لا تخليني أغلط. إنت هيك عم تتمادى كتير. المعاملة من عندي هي، تفضل. صب شاي صب شاي معلم. هاي خامس كاس شاي، راح يطلع الشاي من أدني والله. هل أنت ناوي تتجوزها لرجاب ولا مالك ناوي؟ ناوي ما بتكفي معلم، ناوي ومصر وتحت التصميم والترصد وعامدا ومتعمدا إن شاء الله. إيه طيب فهمنا، شو عم تترافع شايفنا بالمحكمة؟ شو بك معلم؟ في شي؟ هنن جوز كلام، البنت مكسورة والدنيا والزمان جايرين عليها كتير. عندك استعداد تكون ستر وغطاء لها ولا لا؟ أنا اللي بدي، وبدي أعوضها عن الفقر والذل والجوع اللي شافته بحياتها. وغلاوتك عندي يا معلم، وغلاوتك عندي بالحلال. لك طارق، داري الجوع والفقر والتعتير هينين كتير قدام الظلم. ايه الله وكيلك هينين. لا اله الا الله محمدا رسول الله. تعرف لك طارق، على قد ما لي فرحان بجية خالد، على قد ما لي خايف عليه. وكل الله معلم، وكل الله. لك صرنا وحوش، الله وكيلك صرنا وحوش، ما عدنا بني آدم. وحوشنا زدنا نهش بلحم بعض البعض، منو أنا وصغير حرامي. بس شهيد الله يا طارق، شهيد الله عمري ما حطيت راسي على هالمخدة وغمضت عيني وأنا مرتاح. توب معلي،
دوب معلي، دوب مشان الله يغفر لي. طب والناس اللي ظلمته، قلتك شو بيكون صار فيهم؟ ويمكن كانوا محتاجين أكتر مني، ويمكن هاللي سرقته منهم كان حق دواء أو حق أكل. لك آخ لك طارق، آخ آخ، بس لو أقدر رجع لكل واحد سرقت منه حقه على دوسبة. الله تواب الرحيم معلي. شديد العقاب يا طارق. لك إيه، شديد العقاب، وعلى الأرض قبل السماء. وإليكني قدامك عم بتعاقب بشي ما بتعوض. حبيتها يا طارق، يشهد علي ربي حبيتها، حبيتها مثل أختي، مثل أمي، مثل بنتي الصغيرة. صارت من محارمي، بتجزلي بشرع الله، بس بشرع رجال خاويتها ليوم الدين، صار عرض عرضي. واعتدوا على عرضي يا طارق، اعتدوا على عرضي. يا ويلهن معلم، دمي فداك معلم. سرقوا شرفها لك طارق، سرقوا شرفها وكووها بالنار وهي لساتها بنت صغيرة. دمهن حلال معلم، دمهن ما بيجر علينا غير الفضيحة، وبيكسر البنت أكتر ما هي مكسورة. ورح تتركن معلم؟ رح أتركن لرب عظيم. أنا لهم محلك معلم، ما بتركن، قتلهم حلال. وقتلهم شو رح يفيدها للبنت؟ المشكلة إنها مخطوبة لواحد وخايف أحكي له وما يصدق إنها بريئة ومظلومة. بصراحة وما بتزعل مني معلم؟ ليش عم بحكي لك لكان؟ احكي. يعني كلامك على راسي من فوق، بس هو ما شاف بعينه. وشلون يعني بده يشوف بعينه؟ شلون؟ يعني كمان هو معه حق، يعني شلون بده يصدق؟ البنت هي عم تحكي عن حالها، هلا كل ما وحدة قالت إنه أنا مظلومة بنصدقها معلم؟ يعني لو كنت أنت محله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، تفهم من تمك معلم. ولك خراس واسمعني، عم أقول لك لو كنت محله. بطلت أفهم عربي؟ بطلت أعرف شو معناتها كلمة لو؟ لو كنت محله. فهمت فهمت فهمت، لو لو لو، لا سمح الله. لو كنت محله. لا إله إلا الله، لا تعذب حالك، أنا أبي ما بصدقه. يعني شو قليل معلم ما مرق على راسنا، مقلعين دراسنا نحن. لك العمى بعيونك العمى، شلون لكان بدنا نرحم المظلوم؟ بس شاطر تقلي بالحلال وبالحلال، هي مو حلال؟ ايه حلال، بس صعبة. الله يعينه الله يعينه. روح طارق، روح على شغلك، روح. ما اشتغلت؟ ايه معلم، عم اشتغل بكازية. وبالحلال؟ وحياة عيونك بالحلال، من شان البنت معلم. شو المطلوب مني؟ انا جاهز وتحت الطلب، بس اعتازك ببقى بخبرك. لعيونك، بكره بجي لعندك. طارق فتح عيونك منيح، واحد يلحقك. علم. We'll be right back.
صباح الخير. أهلين جودي، كيفك؟ تمام، شو وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالبوفيه مع مايا وائل. طب كنتوا حضروا هالمحاضرة، مو أحسن من قعدتكم بالبوفيه؟ هلا مو مشكلة، نحكي بعدين. ليك رولا بعدها بالمدرج؟ والله ما شفتها. ما شفتيها ولا ما أجي؟ لا أكيد ما أجي. خير، بدك إياها بشي؟ لا، أنا قلت لك إنه عندي إحساس بالذنب تجاهها مو أكتر. أيوة، بس؟ إيه بس. طيب حابب شي نحكي سوا؟ جودي، بس حس بهذا الشي ببقى بتصل. مرحبا. أهلين. أهلين. كيفكم؟ تمام. هاي جودي المجتهدة. أهلين بمايا الكسلانة. شو ما بدنا نروح شي مشوار؟ لا لا لا، أنا تعبان كتير وبدي أروح على البيت. نحكي المساء. والله وأنا كمان بدي أروح. تاخذني بطريقة؟ يلا امشي. يلا باي. مع السلامة. يا حبيبي على البيت. شايفة على الفقاس؟ امشي نروح نحن. امشي. وين تروحي؟ وين ما بدك. الله يخليك من الوعش، ترميني ولدي. هذا كل شيء بمحل. عملنا كل شيء نقدر عليه. شو يعني؟ خلاص ماتت. بقي بحياة. امي انا واخي ايتام، ربتنا ستي. انا ابي بخيل، كنا نلعب بالتلبة بين القبور. بعمري ما شفت الملاهي غير من برا. بعمري ما اشتريت اواعي على العيد. سموني بالجامعة الشرشوحة. كنت حب العيد لأنه بيع بالتربة مي وقاس وصير معي مصاري. أنا كنت أسرق اللعب من على البسطة. مرة هربت وكنت رح اندعس. كنت عم بسرق صباطي من الجامع. عم انكمشت واكلت قتله ومن وقتها حرمت اسرق. بس انا ما حرمت. سرقوا كرامتنا ماهر وشلتوا. ندرس ومنصير. ما رح نصير قدو. ننسام. هروب. عقل. خليك خايف بين الاموات. العايشين هن اللي بيخوفوا. ما بدي ضلني خايفه منهم. رح تروح مشي على البيت؟ لوين رايح؟ على محل انت ما فيك تروح. رح تندمي. على شو خايف؟ عليكي. مازن اوعك تحبني. انا قلبي مات. اذا ما حبيتك رح اكرهك. تكون عاقل. انت عجينتك من شو؟ انا عجني الفقر والذل. قول على شو ناوي؟ على كل شي ما بيخطر على بالك. خليها للذكرى. رولا، ليش عم تهربي مني؟ قلت لك مستحيل شوفك.
طيب ليش؟ بخاف اتعلق فيك. طب هيك احسن، اصلا انا بحبك. بس صير مثلي مثلك ببقى بشوفك. وانت شو ناقصي؟ ناقصني المصاري. معناها لساتك زعلانة؟ طيب رولا امشي، خلينا نطلع على الكافتيريا ونحكي. يلا امشي. اوكي بس ما بوعدك بشي. حلوة هاي الوردة، اشترالي اياها مازن بكل المصاري اللي كانت معه. 500 ليرة يعني؟ بمية. بتحبي رولا؟ بتحبيه؟ قلت لك اشترالي الوردة بكل المصاري اللي كانت بجيبته، يعني قبلان يروح مشي على بيته. طب تبيعيها بكل شي معي؟ ما بيكفي، لأنه مازن رح يروح مشي، بس أنت رح تركب سيارتك. صحيح نسيت قلك، إذا اتصلت فيني رح أرد عليك، لأني ما بقيت خايف أتعلق فيك. باي. الو، اهلين سلطان. اليوم لا فيني لانه بابا مسافر، بس الصراحه ما عندي فستان روح فيه على السهره. من وين؟ عنده تياب خرجي؟ طيب أنا 5 دقايق بكون عندك، لأنه أنا كتير قريبة هون بجنينة. ماشي أوكي باي. خلص سمور لا تزعلي ولا على بالك، هلأ بنزل على السوق بتقضى عليك شوية أغراض وبعبي لك البراد. حبيبي والله أنا من شانك، يعني مو معقول يكون برادك فاضي وأنت سيد الرجال. يا عدولتي شوي يحرق حريشك شوي يا عدولتي. ايه مو أنت كمان بتقلي سمورة؟ أنا رح قلك عدولتي، ولا بتحبني نادي لك عادة؟ ليش شو بقى ربيع مش وبيشكي؟ لا ما بدي بغار أبو ربيع لأم ربيعه بس، ولا ما بدك يعني يحبك وغار عليك؟ بتحبين سمور؟ طبعاً عدولتي، مو حبيبي وجوزي؟ جوزي وحبيبي. أنا موافق نادي لي عدولتي، بس بيني وبينك قدام الناس أبو ربيع. حاضر عدولتي. ما أحلى طالع من دمك مثل العسل. عيديها عيديها بالله عيديها. عدولتي لك لا لا مو هي يلي قبلها يلي قبلها. شو قلتي؟ قلتي شغلة هيك شو؟ ما تذكرت عدولتي، حكينا كتير. ايه ذكرت يعني قلت لك انه لا تقولي ليها قدام الناس، بس قوليها بيناتنا. حكيت هيك كلمة بيناتهم.
ايه عدولتي تذكرت وعدتك انه بيناتنا. لك لك ايه صح، لك ايه والله مظبوط، بس انت قلتي كلمه بيناته شو هي؟ يلا قولي قولي. لك قولي. يا ربي منك ما تذكرت عدولتي، هلا بصير الليل وما منلحق نجيب الاغراض. طيب خلص فهمنا فهمنا، حاضر رح اروح. طيب حبيبي انا رح اغير ثيابي وروح معك. لو وين بدك تروحي معي؟ روح معك مشان نقي الاغراض على ذوقي. بالله وبركش ابوك الناس معي. عدولتي يعني ما غير ثيابي عدولتي؟ شكيتك لله يا ام ربيعه، شكيتك لله يا ام ربيعه. شو عدولتي؟ ما قلت لي غير ولا ما غير؟ ولماذا لا تغيري؟ غيري وبتاخذني عالسوق؟ بدك غيري والباقي على الله. مسيك على شواربك انك رح تاخذني معك. غيري. طيب عدولتي انت هلا اطلع لبرا لبين ما غير ثيابي، بعدين انا بلحقك. يلا اطلعني انا. لا عدولتي ما بصير. يلا بصير عدولتي. لا لا بصير كده. لا طايف يلا لك يلا بصير اذا بتغار. يلا اطلع يلا. ابو جميل والله قلبي غليان على هالبنت. من شو ام جميل؟ البنت هلا ببيت جوزها. ما انا عارفه انه عند ضرابها، بس قلبي غليان عليها. ابو ربيع يعني مقلع دراسه وكبير، وهي درويشه ما لها قده. مو انت اللي كان عاجبك؟ ولهلا عاجبني يو يعني، بس بدي اطمن على البنت. يعني اذا عاجبني ما بصير اطمن عليها. والمعنى ام جميل؟ قوم البسنا نروح لعنده. لا لا مو حلوة. شو يعني؟ يعني قبل ما يمضى أسبوع على زواجهم ما مندوس بيتهم. أسبوع؟ إيه أسبوع، وهالمرة كلمتي هي اللي بدها تمشي. العمى والله مو حاملني راسي فوت عليهم ولا أدران اسمعه هو عم ينادي له سمور 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 سمور. شو هاد يا؟ شو صار له الرجال؟ فجر بفرد فجرة. لا لا قوم وقفوا عن تحده، لا تقوم تنتزع أخلاقه. وينك أبو جميل؟ رجاء الله يرضى عليكي لا تأخري بكرة علي. لا إن شاء الله بكون قبل وقتي. إيه الله يرضى عليكي. شكرا حبيبتي. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. رجاء رجاء الحجر وقسي البشر. لا للحجر قسي البشر وتمتعوا بقصص الحزين. يا مين يا مين يا مين يا مين يسمع أنيني. هالمدينة مثل البحر غدار، وجهك طيبة وسكينة وبقلبك الأسرار. شوفك يا هالمدينة مدينة مثل البحر غدار، وجهك طيبة وسكينة وبقلبك الأسرار. أحلام ضاعت الفضل
الظلم هالدار.